بسم الله الرحمن الرحيم. يشتكي كثير من الناس وخصوصا البنات من وجود حناء في أيديهن بعد الاستيقاظ من النوم، رغم أنهن لم يضعن الحناء أصلا، وربما البيت كله ليس فيه حناء، والكثير يتخوف من هذا، وحق لهم أن يخافوا لأن الموضوع فعلا مؤشر خطر. أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في الحقيقة موضوع أن تستيقظ من النوم فتجد الحناء في يديك أو في قدميك موضوع أفزع كثيرا من الفتيات والشباب، وإن كان هو موجود في الفتيات بنسبة أكبر، وسأبين لك لماذا هو عندهم بنسبة أكبر في هذه الحلقة بإذن الله. ولكن الآن اجعلونا ندخل في صلب الموضوع، نريد أن نعرف سبب هذا الأمر وكيفية علاجه قبل أن يستفحل الخطر وندخل في متاهة الله وحده أعلم بها. إخوتي في الله، انتبهوا جيدا. أي إنسان يستيقظ من نومه فيجد حناء في يديه أو في قدميه لم يكن وضعها ولم يكن البيت أصلا فيه حناء، هذا مؤشر خطر كبير، لأن معناه أن هناك جني عاشق يريد أن يخترق تحصينه، أو أن هناك ساحر خبيث يريد أن يخترق تحصينه. انتبه انتبه أختي، أنا أقول يريد أن يخترق تحصينه، لا أقول به مس عاشق كما أخطأ كثير من إخواننا الرقاة في هذا الأمر، أو لا أقول إنه معمول له سحر، لا، هناك جني عاشق يريد أن يخترق تحصينه حتى ينفذ إليه، أو أن هناك ساحر خبيث لعين أيضا يريد أن يخترق تحصينه حتى ينفذ إليه بسحره. طيب واحد يسأل، إيه كمان يا مولانا موضوع يخترق تحصينه؟ إحنا أول مرة نسمع عنه. لحبيبي في الله، انتبه جيدا، فإنه موضوع جد خطير، موضوع اختراق التحصين. لا يمكن لأي جني أو لأي ساحر أو حتى لأي حاسد يصيبك بأذى إلا إذا اخترق تحصينك. والتحصين ده خلي بالك عشان نفهم نوعان، تحصين ذاتي وتحصين مكتسب. التحصين الذاتي هو الذي تنزل به من بطن أمك. أي إنسان أي إنسانة موحد مؤمن بالله سبحانه وتعالى ولد على الفطرة ينزل من بطن أمه بتحصين شديد من قبل الله جل وعلا ضد السحرة والشياطين والهوام والحسد والعوارض وكل شيء، يظل هذا التحصين معه قويا شديدا حتى مرحلة البلوغ. ولذلك نادرا ما تجد إنسان قبل البلوغ في مرحلة الطفولة أو في مرحلة الصبا يصاب بشيء من هذه العوارض أو من هذه الأمراض والكوارث، إنما بتبدأ المشاكل بعد مرحلة البلوغ. ليه؟ لأن بعد مرحلة البلوغ الإنسان بيعرف طريق المعصية ويعرف طريق الانحراف، أجارنا الله تعالى وإياكم. فالإنسان كل ما فعل المعصية وكل ما دخل في طرق الانحراف وترك الطاعة، التحصين الإلهي الذاتي، خلي بالك مش المكتسب، التحصين الذاتي بيبدأ يضعف ويتلاشى ويقل عنده. بمجرد ما يتلاشى منه هذا التحصين، يستطيع أي ساحر، يستطيع أي شيطان، يستطيع أي جني أن ينفذ إليه وأن يدخل إليه بسهولة. عشان كده قلت لك إنه الموضوع ده موضوع محاولة اختراق التحصين في البنات أكثر من الشباب. ليه؟ لأن البنات أقل أعزكم الله في موضوع الانحراف وفي موضوع يعني سيران المعصية. دايما البنت يعني سبحان الله بتكون يعني ليست كالشاب في هذا الأمر. ممكن الشاب عنده قسوة في قلبه وعنفوان وقوة يدخل على المعصية ويدخل على الانحراف بقلب جامد، إنما لا، البنات برضو عندهن من العصمة ما يمنعهن من ذلك. فعشان كده هتلقى موضوع الحنة اللي هي أصلا محاولة اختراق تحصين هذه البنت كثير عند البنات. فإذا معناه يا مولانا لما أنا أجد حناء في يدي ده فيه محاولة لاختراق التحصين، يبقى ده النوع الأول اللي هو التحصين الإلهي، التحصين الذاتي الذي ينزل الإنسان به من بطن أمه طب النوع الثاني من أنواع التحصين اللي هو التحصين المكتسب. بعد ما التحصين الذاتي والتحصين الإلهي خلاص راح من عندك، نبدأ إحنا كرقاد شرعيين لما تصاب بهذه العوارض وبهذه الأمراض الروحية نعمل لك تحصين مكتسب، نجدد تحصينك من جديد من أول وجديد. نقول لك إيه؟ حافظ على الصلاة، حافظ على قراءة القرآن، التزم بالأذكار، ابتعد عن المعصية، لا تمشي في طريق الانحراف، لا تمشي في طريق الخطأ، عشان نبني تحصينك من تاني. يبقى أدي نوعين التحصين أهو حبيبي في الله، تحصين ذاتي وتحصين مكتسب. سواء كان عندك تحصين إلهي أو تحصين مكتسب، اللي بتشوفه ده ما هي إلا محاولة لاختراق التحصين. يبقى باختصار شديد، أي حد يشوف في يده حنة أو في رجله حنة لما يستيقظ من النوم هو ما حطهاش بالعشية، نقول له خلي بالك عندك محاولة شديدة لاختراق تحصينك. طب اللي بيحط الحنة ده مين يا جماعة الخير؟ هم حاجتين بس، يا إما جني بيضع بصمته عليك
بالحناء. خلي بالك، فيه جني وضع بصمته من الحناء على الفتاة وهي نائمة. ليه؟ عشان يخترق تحصينها ويقدر يوصلها بسهولة. أو إن هناك ساحر خبيث يريد أن يوكل خادما سفليا لعينا من الجن بسحر معين إلى ذلك الشخص، فأرسل إليه الخادم ليلا فبصمه أيضا بالحناء عشان يقدر يخترقه وينفذ إليه بعد ذلك بسهولة. ده الموضوع. طب والحل يا مولانا؟ الحل حبيبي في الله أن تبني تحصينك، لأنه ده مؤشر خطر، إنذار خطر. مش معناه إنك أنت مصاب بالجن العاشر، ومش معناه انك انت معمول لك سحر، اختي في الله، مش معناها انك مصاب بالجن العاشق زي ما حكوا الاخواننا في الرقاوي يعني اخطاوا وفوق كل ذي علم عليم، ومش معناه انك انت برضه معمول لك سحر، لا، ده معناه انه في محاوله لاختراق التحصين. طب نعمل ايه؟ انا بسرعه بقى اعيد تحصيني من جديد. نبدا نلتزم بالصلاه اكثر، بقراءه القران اكثر، بالحفاظ على الاذكار اكثر، بالحفاظ على وضوئي اكثر، لا امشي في طريق الانحراف، اقلل من المعصيه، أقلل من هذه الأشياء التي توجب الصخرة من الله، بحيث أننا يكون عندي بنية قوية وجديدة من التحصين تصد هذه الجائحة التي تريد أن تصيبني، سواء كانت مسا عاشقا أو كانت ساحرا خبيثا يريد أن ينفذ إلي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم أن نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.